السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لا كيسيون الثانية في هذا ليكزيرسيس هذا. من بعد ما جاوبنا على لا كيسيون الأولانية وأبليكينا لا دوزيام لوا دو نيوتن باش لقينا دو زيكواسيون من بعد ما درنا لا بروجيكسيون على او ار او تيتا. لا كيسيون الثانية كتقول إتابليغ اون إكسبرسيون دو تيتا بوان كاري أون فونكسيون دو تيتا أون إنتيغرون لون دو سي بروجيكسيون كو لون بورا دابور ملتيبلي بار تيتا بوان. يعني قالوا لنا غادي نحاولوا نختاروا واحد ليكواسيون اللي من هاد ليكواسيون غادي نلقاو تيتا بوان كاري اون فونكسيون دو تيتا. يعني غادي نلقاو تيتا بوان كاري دلاله تيتا. وشنو غادي ندير؟ غادي نحاول ناخذ واحد من هاد لوك ليكواسيون اللي لقينا نضربوها في تيتا بوان ومن بعد غادي نديروا لانتيغراسيون. غادي نرجعوا ليكواسيون ديالنا بجوج. كنلاحظوا بان ليكواسيون الاولانيه اللي لقينا فيها تيتا وفيها تيتا بوان كاري. يعني ديريكتومون كاين اللي غيفكر غادي يقول غادي نخرج تيتا بوان كاري اللي هي هذه directement من هاد لا غولاسيون هادي وغادي نلقى تيتا بوان كاري اون فونكسيون دو تيتا. ولكن نورمالمون ماشي هادشي اللي غيطلبوا منكم. حيت الا لاحظتوا السؤال الثالث اش كيقول؟ لا ترويزيام كيسيون كتقول لك اون ديدوير ليكسبرسيون دو لا رياكسيون دو سوبور اون فونكسيون دو تيتا اي دي دوني دو بروبليم. يعني في لا كيسيون الثانيه طلبوا مني نلقى ار بدلاله تيتا. ولا رجعت ليكواسيون ديالي الا خدمت على ليكواسيون الاولانيه وبغيت نلقى ار فعلا غادي نلقى فيها تيتا ولكن خصني نحيد تيتا بوان كاري. داكشي علاش ديك تيتا بوان كاري خصني نجيبها من ليكواسيون الثانيه. يعني غادي نحاول نلقى تيتا بوان كاري من ليكواسيون الثانيه اللي نقدر نعوضها في ليكواسيون الاولانيه. من هذه غادي نلقى تيتا بوان كاري ومن بعد ما غادي نعوض تيتا بوان كاري عاد ديك الساعه غادي نجاوب على لا كيسيون نيميرو 3 فاش غادي نلقى ليكسبرسيون ديال ار. دابا كيفاش غادي نلقاو تيتا بوان كاري من ليكواسيون الثانيه؟ غادي نكتبوا 2. L'équation de y a moins g sinus θ égale à r θ de point. Nous pouvons nous dire que nous avons r θ de point égale à moins g sinus θ. Nous avons une équation de θ. Nous avons une équation de θ. Nous avons θ point. Il a drapé θ point. Nous avons une équation de θ. R θ de point θ point. كتساوي موان جي سينوس تيتا في تيتا بوان. دابا خاصني نحاول نفكر نخدم بالانتيغراسيون بالتكامل. وكتعرفوا بان الانتيغراسيون خاص تكون عندي فونكسيون مضروبه في دي ديال الفاريابل في دي ديال الفاريابل. مثلا يعني ملي كنهضروا على التكامل خاص مثلا تكون عندي اكس كاري في دي دو اكس اللي هو الفاريابل ونقلب عليها. يعني خاصني نحاول نبين هاد دي دو اكس من هاد ليكواسيون هادي. دونك اللي غادي ندير ديك تيتا بو غادي نحاول نردها دي تيتا سور دي دو تي وغتكون هنايا موان جي سينوس تيتا. دونك نلاحظوا هنايا بان عندي لا فونكسيون ديالي هي سينوس تيتا وكاين عندنا الفاريابل اللي هو دي تيتا. يعني من هنا غادي تبان لي الانتيغراسيون. دابا بقى لي غير نحيد هاد دي دو تي. في الجهه الاخرى خاصني نحاول نبين دي دو تي باش نقدر نسامبليفي بها. شنو غادي ندير دابا؟ هنا عندي الاختيار، عندي هنا سواء نبين دي دو تي من تيتا بوان نردها هي دي تيتا سور دي تي ولا من تيتا دو بوان. ولكن من الاحسن نخدم بتيتا دو بوان. علاش نقول لكم علاش؟ حيت الا خلينا تيتا بوان عوضنا تيتا دو بوان غادي نعوضوها بدي تيتا بوان سور دي دو تي. علاش درت هذه العمليه هذه؟ باش تولي عندنا تيتا بوان هي الفاريابل عندنا، ها هي كاينه هنايا اللي هي دي تيتا بوان. من بعد غادي نقدروا نسامبليفيو بدي دو تي مع دي دو تي غادي نلقاو ار تيتا بوان دي تيتا بوان كتساوي موان جي سينوس تيتا في دي تيتا. دابا نقدروا نديروا لانتيغراسيون. الا درنا لانتيغراسيون غادي ندخل لانتيغرال هنايا، نقدروا نخرجوا ار حيت كونستانت وندخل لانتيغرال على سينوس تيتا دي تيتا. نشوفوا لانتيغرال الاولاني كيفاش غادي نحسبوا. اول حاجه غادي نمشي نقلب على البريميتيف ديال تيتا بوان، الداله الاصليه ديال تيتا بوان. هاد تيتا بوان بحال عندنا اكس دي دو اكس و اكس عندنا هي تيتا بوان. يعني غادي نمشي نقلب على الداله الاصليه البريميتيف ديال اكس. البريميتيف ديال اكس راه هي اكس كاري سور 2. يعني بصيغه اخرى الا درت لا ديريفي ديال اكس كاري سور 2 غادي تعطيني هي اكس. نفس الطريقه البريميتيف ديال تيتا بوان حيت لا فاريابل عندنا هي تيتا بوان غادي تعطيني هي تيتا بوان كاري سور 2. هاد العمليه هادي بحال اللي درت واحد شونجمون د فاريابل
رجع تيتا بوان هي اكس، غادي نلقى هنايا موان جي فوا. هنا عندي لا فاريابل هي تيتا، خاصني نمشي نقلب على البريميتيف ديال سينوس تيتا. البريميتيف ديال سينوس تيتا يعني شنو هي الحاجه اللي غادي نديريفي وغنلقى سينوس تيتا؟ الحاجه اللي غنديريفي هي موان كوس تيتا، حيت الديريفي ديال الكوس هي موان سينوس، ومع المو غتولي بلوس. وما ننساش ملي كنسالي كنزيد واحد لا كونستانت، حيت انا ملي كندير لانتيغراسيون بلا لي بورن، يعني ملي كنقول كنانتيغري بلا ما نقول منين تالين، راه ضروري كنزيد واحد لا كونستانت، هذه كتسمى لا كونستانت دانتيغراسيون اللي غادي نقلبوا عليها. وهاد السي هذه كنقلبوا عليها ا بارتير من لي كونديسيون انيسيال. نسامبليفيو لي كالكول ديالنا، غادي نلقاو هي ار تيتا بوان كاري سور 2، الموا مع الموا غتولي هي بلس، دونك غتعطينا جي كوس تيتا بلس سي. بقى لي دابا غادي نمشي نقلب على سي اللي هي لا كونستانت ديالنا، غادي نمشي نقلب على لي كونديسيون انيسيال اللي عطاوني في ليكزيرسيس، يعني غادي نشوفو كيفاش صيفطنا الكره ديالنا. الا كنلاحظوا في ليكزيرسيس قالوا لي باننا صيفطنا الانستون 0، ها هي هنايا اون لاش ام سون فيتاس انيسيال دان انكل تيتا 0، يعني صيفطنا لو موبيل ديالنا ام سون فيتاس انيسيال او بواحد لونغل اللي هي تيتا 0. كيفاش غادي نكتبوا هاد لا كونديسيون؟ غادي نقول ان انستون تي ايغال 0 اون في ايغال 0، يعني صيفطنا سون فيتاس انيسيال او تيتا كتساوي تيتا 0، يعني صيفطنا بواحد لونغل اللي هي تيتا 0. كيفاش غادي نستمر هاد المساله هادي؟ واحد الحاجه نذكر بها، ان تيتا بوان شفناها بالنسبه للموفمون سيركولير، رجعوا للفيديو ديال الموفمون سيركولير لقينا هي اوميغا، وهاد اوميغا هادي سميناها لا فيتاس اونغولير. و اوميغا كتعرفوا بان عندها علاقه بلا فيتاس اللي هي اش، هي في سور لو غايون. هادشي راه شفناه، شفنا حنايا في هي ار فو اوميغا، يعني اوميغا هي في سور ار. الا كانت في ايغال ا 0، على حساب هادشي اللي قالوا لي، الا كانت في ايغال ا 0 امبليك كوا؟ امبليك بان اوميغا اللي هي ني تيتا بوان غادي تساوي 0، يعني بحال الا طلقنا لو موبيل سون فيتاس اونغولير انيسيال. غادي نرجع ليكواسيون ديالي اللي فيها لا كونستانت، غادي نرومبلاسي تيتا بوان ب 0 و غادي نرومبلاسي تيتا ب تيتا 0، غادي نلقى ار فوا 0 او كاري سور 2 ايغال ا جي فوا كوس تيتا 0، حيت ان انستون 0 عوضنا تيتا ب تيتا 0 بلس كونستانت. دونك نعقلوا بان لا كونستانت كنلقاوها ا بارتير من لي كونديسيون انيسيال. دونك نقدروا نلقاو ليكسبريسيون ديال سي لا كونستانت ديالنا، غنلقاو هنا في هاد لا كوتي هي 0، غادي نرجع جي كوس تيتا 0 للجهه الاخرى غتعطيني موان جي كوس تيتا 0، يعني لقيت لا كونستانت ديالي. اون فوا كنلقى لا كونستانت، غادي نرجع دابا ليكسبريسيون اللي فيها سي اون رومبلاسي سي بهاد ليكسبريسيون هادي اللي لقيت. الا رجعت ليكسبريسيون ديالي اللي هي ار تيتا بوان كاري سور 2 égal à g cos θ، ou غادي نرومبلاسي c ب moins g cos θ 0، ونقدر نفاكتوريزي بالg اللي غادي نلقى cos θ moins cos θ 0. finalement الى بغيت نلقى θ بوان كاري، il suffit انني نرجع r sur 2 l'autre côté، غادي تقلب غتولي هي 2 sur r اللي غتولي هي 2g sur r facteur de cos θ موان كوس تيتا 0، وهاني لقيت ليكسبريسيون ديال تيتا بوان كاري اون فونكسيون ديال تيتا اللي طلبوا مني في ليكزيرسيس. نمروا لاكيسيون الثالثه اللي قلنا غادي نلقاو ليكسبريسيون ديال ار. لقينا قبل بان ليكسبريسيون ديال ار هي ام جي كوس تيتا موان ار ايكال موان ام ار فوا تيتا بوان كاري. اللي غادي ندير باش نلقى ليكسبريسيون ديال ار، il suffit maintenant انني نغومبلاسي تيتا بوان كاري اللي لقيت في هاد ليكسبريسيون ديال ار، و غادي نلقى ليكسبريسيون ديال ار اون فونكسيون ديال تيتا. غادي اول حاجه نقلب على ار، ار من هاد ليكواسيون هادي شنو غادي ندير؟ غادي نحول ار للجهه الاخرى ونحول هادي اللي فيها الموان لهاد الجهه هادي، و غادي نلقى ار كتساوي ام جي كوس تيتا بلس ام ار تيتا بوان كاري. نغومبلاسي تيتا بوان كاري اللي لقيت قبل، غادي نلقى ام جي كوس تيتا بلس ام ار، و تيتا بوان كاري قلنا هي 2 جي سور ار فاكتور دو كوس تيتا
موان كوز تيتا زيرو. نقدرو نسامبليفيو ب ار مع ار حيت كتعاود، وكنلاحظ بان ام جي راه فاكتور كومان، نقدر نفاكتوريزي ب ام جي. غادي تولي ام جي فاكتور دو كوز تيتا بلوس 2، وهاديك 2 غادي نديفلوبي بها، دونك كتولي 2 كوز تيتا موان 2 كوز تيتا 0. هاد كوز تيتا بلوس 2 كوز تيتا غادي تولي هي 3 كوز تيتا موان 2 كوز تيتا 0، وهذا هو ليكسبرسيون ديال ار اللي طلبوا مني. بالنسبة لا كيستيون 4 قالوا لي اكي لانستون دو موفمون la norme de cette réaction est-il maximale. قالوا لي فاش من لحظه فاش غادي تكون هذيك ار ماكسيمال. انطلاقا من ليكسبرسيون ديال ار اللي لقينا، كنلاحظوا بان ار ايل ديبون دو تيتا، يعني في هذه ليكسبرسيون عندنا لا فاريابل هي تيتا، حيت كنعرفوا بان لو موبيل ديالنا ملي غادي نطلقوه سون فيتاس انيسيال غادي يدير واحد الموفمون دو غليسمون، وهذيك الموفمون كنسميوها موفمون دوسيلاسيون، حركه تذبذب، وتيتا كتبقى تغير، يعني غتكون فاريابل. الا كان تيتا فاريابل يعني حتى اي غادي تكون فاريابل. دابا امتى اي غادي تكون ماكسيمال؟ ار اي ماكسيمال سي ديما اي غادي تكون ماكسيمال الا كان ديك لا فاريابل ديالنا الا كانت هي ماكسيمال، حيت دوك لي غروندور كاملين اللي كاينين في لا ريلاسيون راه سو سون دي كونستانت، ام كونستانت جي كونستانت تيتا 0 تا هي كونستانت، يعني غادي تكون ار ماكسيمال الا كانت كوس تيتا تا هي ماكسيمال. و امتى غادي تكون الكوس ماكسيمال؟ هاد لا فونكسيون ديالنا امتى غادي تكون ماكسيمال؟ كتعرفوا بان الكوس تيتا الي كومبري اونتر موان 1 اي 1، يعني لا بلو غروند فالور كتاخذها الكوس هي 1 ولا بلو بوتيت هي موان 1، يعني امتى كتكون كوس تيتا ماكسيمال الا كانت كوس تيتا ايغال 1، يعني هنايا خاص كوس تيتا ايغال 1 امبلي كوا. و امتى كوس تيتا غادي تساوي 1؟ الا كانت تيتا كتساوي 0، الا كانت تيتا كتساوي 0. دونك غادي نغومبلاسي في ليكسبرسيون ديال ار اللي لقينا، غادي نغومبلاسي كوس تيتا ب 1 وغادي نلقى هي 3 فوا 1 موان 2 كوس تيتا 0، وهذه هي ار ماكس لي لقينا. ولكن راه مازال ما جاوبناش على لا كيستيون امتى غادي تكون هاد ار ماكسيمال. غادي تكون ار ماكسيمال قلنا الا كانت تيتا كتساوي 0. واش كتعني تيتا كتساوي 0؟ الا رجعنا لا فيغور ديالنا، هادي لا بيس ديالنا، هذا هو لاكس اكس ديالنا اللي عطاونا، لو موبيل ديالنا طلقناه من هاد لا بوزيسيون هادي، وهذه هي تيتا ديالنا. اش كتعني تيتا ايغال 0؟ تيتا ايغال 0 يعني لو موبيل ديالنا ملي غادي يكون في هاد لا بوزيسيون هادي بالضبط، فهاد البلاصه راه تيتا ايغال 0، وهاد لا بوزيسيون هادي كنسميوها بوزيسيون ديكيليبر. بوزيسيون ديكيليبر حيت في هاد لا بوزيسيون هادي الا طلقنا لو موبيل كيدير واحد الموفمون دوسيلاسيون كيمشي ويجي، واحد الوقيته غادي يوقف، و الا وقف غادي يوقف في هاد لا بوزيسيون هادي، كنسميوها بوزيسيون ديكيليبر. يعني امتى غادي تكون ار ماكسيمال؟ غادي تكون ار ماكسيمال لور دو باساج دو لا بوزيسيون ديكيليبر، ملي غيدوز لو موبيل ديالنا من لا بوزيسيون ديكيليبر، يعني قلنا ملي غادي تكون تيتا ايغال 0. نمرو لا كيسيون 5. اون سوبوز كو لونغل تيتا ريست بوتي او كور دو موفمون 5 1، ايتابليغ ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار تيتا. اول حاجه ندير واحد الغابيل، شنو كنقصدو بليكواسيون ديفيرونسيال؟ ليكواسيون ديفيرونسيال هي واحد ليكواسيون كتربط ما بين اون فاريابل و لي ديريفي ديالو. يعني في الحاله ديالنا خصني نلقى اون اكسبريسيون لي كتربط تيتا اللي هي لا فاريابل ديالنا مع لا ديريفي ديالها اللي هي تيتا بوان، ولا لا ديريفي سكوند ديالها اللي هي تيتا دو بوان. الا رجعنا لي زيكواسيون ديالنا، لي زيكواسيون بجوج اللي دابا بالصفر، ليكواسيون الاولانيه فيها تيتا بوان مع تيتا، يعني سي فغي كتجمع ليا ما بين لا فاريابل ديال اللي هي تيتا وما بين لا ديريفي ديالها اللي هي تيتا بوان، ولكن المشكل كاين عندي ديك تيتا بوان كاري، دونك هذه ما نقدرش نخرج منها ليكواسيون ديفيرونسيال. اما ليكواسيون الثانيه راه فيها تيتا وفيها تيتا دو بوان، دونك هي اللي غادي نخدم بها باش نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال. غادي نكتبوها
دونك عندنا موان جي سينوس تيتا كتساوي ار فوا تيتا دو بوان. قالوا لي في ليكزيرسيس باننا خدامين بوغ دي بوتي موفمون. اش كتعني ديك دو بوتي موفمون؟ يعني تيتا راه بوتي. هاد لونغل تيتا اللي خدامين بها بحال الا لو موبيل ديالنا تيدير دي زوسيلاسيون، ولكن ديك تيتا راه صغيره. ولا كانت تيتا صغيره كنقدر ندير واحد لابروكسيماسيون ان سينوس تيتا نقدر ناخذها هي بريسك هي تيتا. هادشي راه شفتوه في البكالوريا فاش كنا تنديرو لي زوند ليمينوس، كنا تناخدو طونجون تيتا ا بو بري ايغال ا تيتا. يعني في الحاله ديالنا نقدروا نعتبروا سينوس تيتا ايغال ا بو بري تيتا، وغادي نغومبلاسيها في ليكزيرسيس غادي نلقى موان جي، وغادي نغومبلاسي سينوس تيتا بتيتا ايغال ا ار فوا تيتا دو بوان. نحاول نقلب على تيتا دو بوان نخرجها، غادي نرجع ار للجهه الاخرى غنلقى هي موان جي سور ار فوا تيتا. وهاد ليكسبريسيون اللي فيه لو موان غادي نرجعو حدا تيتا دو بوان، اللي غادي نلقى تيتا دو بوان بلس جي سور ار فوا تيتا ايغالا زيرو. هاد ليكواسيون هادي اللي لقينا راه ماشي غريبة علينا حيت خدمتو بها في البكالوريا. نورمالمون غادي تنسميوها ليكواسيون ديفيرونسيال دان اوسيلاتور هارمونيك. هاد الكا ديالنا هاد لو موبيل ديالنا تنسميوه ان اوسيلاتور هارمونيك. ونذكرو بان هاد جي سور ار في البكالوريا في الباك كنا كنرمزو ليها باوميغا زيرو كاري، وكنا كنسميوها لا بولساسيون بروبر. يعني في الحاله ديالنا اوميغا زيرو كاري هي جي سور ار. دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي طلبوا مني في هاد لا كيسيون هادي. بالنسبه لا ديغنيير كيسيون قالوا لي 5 2 دوني ليكسبريسيون دو تيتا دو تي. باش نلقى ليكسبريسيون ديال تيتا دو تي يعني خاصني نمشي ندير لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. المشكل اللي عندنا في سوبيريور ان ليتوديون كنعتبروه بانه عارف كل شيء. هذا هو المشكل اللي كاين، يعني اي حاجه قريتها في البكالوريا خاصك تكون عارفها، وهذا هو البروبليم اللي تيديرو يعني دي بروفيسور ما تيديرو ليكش دي رابيل، تيعتبرك بانك حاجه قريتها يعني خاصك تكون عارفها. يعني بحال هادشي ديال ريزوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال خاصك تكون حافظه. ايكواسيون ديفيرونسيال دو سكوند دوغري يعني من الدرجه الثانيه كيفاش كندير لا ريزوليسيون ديالها؟ لا ريزوليسيون ديالها تيتا دو تي هي ا فوا كوس اوميغا 0 تي، ديك اوميغا 0 اللي تكلمنا عليها في لاكيسيون اللي قبل، بلس بي سينوس اوميغا 0 تي. هذه هي لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، يعني لا سوليسيون ديالها. راه كاين واحد تيب اخر ديال لي سوليسيون ديال هادي نيت كيتكتب سو فورم ديال ا كوس اوميغا 0 تي بلس في. هادو بجوج راه بحال بحال، راه نفس ليكواسيون حيت غير هادي وحده لقيناها ابارتيغ من الاخرى، ولكن جو بريفير انكم تخدموا بهادي هي اللي احسن، هادي غتكون بلو سامبل. بالنسبه لا سوليسيون الاولانيه اللي عطيت خاصني نمشي نقلب على ا ونقلب على بي. هادشي اللي خصني ندير، نقلب على ليكسبريسيون ديال ا ونقلب على ليكسبريسيون ديال بي. اما الا كنت خدمت انا بلا سوليسيون الثانيه خاصني نمشي نقلب على ا وخاصني نمشي نقلب على في. داكشي علاش قلت لكم هادي ديال كوس اوميغا تي بلس في حتى هي سوليسيون مزيانه نقدر نخدم بها، ولكن جو بريفير انكم تخدموا بهادي بحال بحال غادي يعطيكم ميم ريزولتا. شنو غادي نديرو الا خدمنا بهاد ليكسبريسيون هادي؟ اللي غادي ندير اول حاجه غادي نستثمر دوك لي كونديسيون انيسيال اللي كانوا عندي، ديما نكتبهم لي كونديسيون انيسيال، ديما لي كونستونت كنلقاهم لي كونديسيون انيسيال. لي كونديسيون انيسيال نذكرو بهم بان ا لانستون تي ايغال ا زيرو، اون قلنا بان تيتا بوان هي ايغال ا زيرو، اي قلنا بان تيتا ايغال ا تيتا زيرو. نبداو بلا كونديسيون الاولانيه اللي هي هاد تيتا ايغال ا تيتا زيرو، هي باش غادي نبدا. شنو غادي ندير؟ غادي نرجع لا سوليسيون اللي كتبت، غادي نغومبلاسي تي بزيرو، غادي نلقى ا كوس اوميغا زيرو فوا زيرو بلس بي سينوس اوميغا زيرو فوا زيرو. وباش غادي نغومبلاسي تيتا دو تي غادي نغومبلاسيها بتيتا زيرو، حيت قلنا ا لانستون زيرو تيتا راه كتساوي تيتا زيرو. شكون هو التيرم اللي غيتحيد؟ كتعرفوا بان عاوتاني حوايج خصني ضروري نكون ضابطهم، ان سينوس زيرو هي زيرو وان كوس زيرو هي ان. يعني التيرم اللي غيتحيد هو التيرم اللي فيه ديك بي، غيبقى لي التيرم اللي فيه ا
وقلنا كوس اوميغا 0 فوا 0 هي كوس 0 اللي هي 1 دونك غادي نلقى فينالمون بان ا هي تيتا 0 هاني لقيت ليكسبريسيون ديال ا اللي كنقلب عليها بقى ليا دابا كيفاش غادي نلقى ليكسبريسيون ديال بي بي خاصني نخدم بلا كونديسيون الثانيه اللي هي تيتا بوين ايغال ا 0 وباش نخدم هاد ليكسبريسيون يعني خاصني نمشي نقلب اول حاجه على تيتا بوين وكتعرفوا باش نلقى ليكسبريسيون ديال تيتا بوين خاصني نديريفي تيتا بارابور ا تي يعني هي لا ديريفي دو كوا ا ما غاديش نديريفيها غادي نديريفي الكوس ديال اوميغا 0 تي سور دي دو تي بلس ما غاديش نديريفي بي او غادي نديريفي سينوس اوميغا 0 تي سور دي دو تي كيفاش غادي نديريفي الكوس اول حاجه كنديريفي داكشي اللي وسط الكوسينوس الا ديريفي داكشي اللي وسط الكوسينوس غادي نلقى هي اوميغا 0 حيت الديريفي ديال تي هي 1 او الاوميغا 0 كونستانت ما غاديش ديريفا عاد من بعد كنديريفي كوس والديريفي ديال كوس هي موان سينوس دونك غنسبق المويه الاولانيه وغادي نلقى موان سينوس اوميغا 0 تي دو لا ميم مانيير لا ديريفي ديال سينوس اوميغا 0 تي كنديريفي اوميغا 0 تي اللي هي اوميغا 0 وعاد كنديريفي سينوس اللي هي كوس اوميغا 0 تي هذه هي ليكسبريسيون ديال تيتا بوين نخدمو دابا بلا كونديسيون غادي نرمبلاسي قلنا تي ب 0 او غادي نرمبلاسي تيتا بوين ب 0 غادي نرمبلاسي تيتا بوين ب 0 هي موان ا اوميغا 0 سينوس اوميغا 0 فوا 0 بلس بي اوميغا 0 كوس اوميغا 0 فوا 0 عاوتاني شكون هو لو تيرم اللي غيتحيد هو لو تيرم اللي فيه سينوس حيت سينوس 0 هي 0 غتبقى ليا 0 إيغالا ب فوا أوميغا 0 وقلنا بأن كوس 0 هي 0 دونك على حساب هادشي اللي كتبنا إلا كان لو برودوي إيغالا 0 دونك سوا ب إيغالا 0 سوا أوميغا 0 إيغالا 0 وحيت عرفنا بأن أوميغا 0 راها ديفيرون دو 0 غادي نلقى بأن فينالمون ب هي اللي إيغالا 0 وحنا لقينا ليكسبريسيون ديال ب إن فوا كنلقى ليكسبريسيون ديال ب غادي نرجع ليكسبريسيون ديال تيتا دو تي غادي نرجع ليكسبريسيون ديال تيتا دو تي وغادي نلقاو بان تيتا دو تي ايغال ا غادي نرمبلاسيها بتيتا 0 كوس اوميغا 0 تي وقلنا بان بي راها ايغال 0 يعني غادي تحيد داك لو تيرم اللي فيه بي وهاني لقيت ليكسبريسيون ديال تيتا دو تي اللي هو سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا الا بغيت نزيد واحد الحاجه نرمبلاسي ديك اوميغا 0 باش غادي نرمبلاسيها غادي نرمبلاسيها بغاسين حيت غترجعوا عرفنا بان اوميغا 0 كاري هي جي سور ار دونك اوميغا 0 هي غاسين ديال جي سور ار فوا تي وهذه هي ليكسبريسيون ديال تيتا دو تي